السلام عليكم. مؤخرا نزل بحث مهم جدا بيقول ان مفاعل الاندماج بتاع كوريا الجنوبية سجل رقم قياسي جديد في الحفاظ على درجة حرارة البلازما عند 100 مليون درجة، وده بيرجع للترقيات اللي اتعملت في المفاعل. مكونات جديدة تقدر تتحمل درجات الحرارة العالية جدا بشكل افضل بكتير، وكمان تحافظ على الكرة الدوامية بتاعت البلازما عند درجة حرارة وصلت ل 100 مليون درجة لمدة 50 ثانية كاملة. لازم تعرفوا ان عند 100 مليون درجة مئوية بتضطر نظائر الهيدروجين التقيلة في البلازما، واللي هي عبارة عن سحابة ساخنة من الغاز المتأين، انها تندمج مع بعض، وده بيؤدي لاطلاق الطاقة بنفس الطريقة اللي بتحصل في قلب شمسنا. بس التحدي هنا احتواء حلقة البلازما باستخدام المجالات المغناطيسية. النتيجة الاخيرة بقى تعتبر قوية جدا، لانها بتواجه بعض التحديات الرئيسية في طريق طاقة الاندماج. ومن خلال اختبار المكونات الجديدة في المفاعل، فبكده هنمهد الطريق للمفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي، اللي ممكن يكون اكبر مفاعل اندماجي في العالم لو قدرنا نتغلب على عجز الميزانية والعقبات الفنية. الترقيات اللي بتكلم عنها اتعملت في المحاول بتاع المفاعل سنة 2023 للتعامل مع درجات الحرارة العالية جوه المفاعل اثناء توجيه النفايات. المحاول بتاع المفاعل مصنوع من التنجستين، وبيتمتع بنقطة انصهار عالية جدا، وكمان ما بيمتصش وقود البلازما. المحاولات الجديدة بقى ساعدت في تمديد وقت الاندماج في اخر 3 شهور ل 48 ثانية. وبيقول مدير مركز الابحاث ان على الرغم من ان كونها اول تجربة اتعملت في بيئة محاولات التنجستين الجديدة، لكن الاختبار الشامل للأجهزة حقق نتائج غير مسبوقة، لكن إثبات أداء المحاول عند درجة حرارة بتوصل لسبع أضعاف حرارة الشمس كانت حاجة غير مؤكدة، لأن الباحثين كانوا بيعتقدوا إن التنجستين هيتحطم أو إن الإعداد الجديد يفشل في توليد البلازما. معلش الأسماء صعبة شوية. العالم ده بيقول إن في بداية الحملة درجة الحرارة بتاعت الجدار الداخلي ما ارتفعتش كويس، لكن الباحثين قدروا يتكيفوا بسرعة مع ظروف التشغيل الجديدة، وقدروا يظبطوا البلازما مع المجالات المغناطيسية. كمان لقوا طريقة يثبتوا بيها نقاط الضعف عند حافة البلازما الناتجة من عيوب الملفات المغناطيسية اللي بتحمل البلازما، والحمد لله قدروا ان هم يحتوي البلازما في حالة عالية الكفاءة اسمها الحصر العالي او الوضع H لمدة 102 ثانية كاملة. ان شاء الله المحطة دي هتعمل بكامل طاقتها عند درجات حرارة حرجة لفترات طويلة تكفي لتوليد مصدر مستدام للطاقة. العالم ده بيقول ان الفريق حاليا بيراجع الدفعة الاخيرة من البيانات التجريبية اللي هتغذي استعدادات المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي. طبعا هدفهم الرئيسي تجاوز ال 50 ثانية والوصول ل 300 ثانية من تشغيل البلازما مع درجة حرارة بتزيد عن 100 مليون درجة مئوية مع نهاية سنة 2026. لكن طبعا الموضوع هيحتاج كميات هائلة من الطاقة لتشغيل المفاعلات وتوليد تفاعلات البلازما، وبالتالي توليد طاقة نظيفة هتعمل لعقود قدام. على فكرة قبلها بشهر بالظبط قدر مفاعل اندماج البريطاني جيت في تسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج الطاقة قبل ما يتقفل خالص. طب هيتقفل ليه؟ لأن عمر المفاعل ده 40 سنة، فأكيد محتاج تطوير، لكن قدر ينتج طاقة اندماجية عالية لمدة 5 ثواني وصلت ل 69 ميجا جول. بيقول البروفيسور أمبروكيو فاسولي إن العرض الناجح للسيناريوهات التشغيلية لآلات الاندماج قدرنا نتحقق من صحتها من خلال سجل الطاقة الجديد. وكمان بيقول إن احنا قدرنا نعمل حاجات ما حصلتش قبل كده، وقدرنا نعمق فهمنا لفيزياء الاندماج. المفاعل جيت بدأ يشتغل سنة 1983، وكان النقطة الأكثر سخونة في النظام الشمسي كله، وصلت درجة الحرارة ل 150 مليون درجة مئوية. لكن مع الأسف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلى موقفها في التعاون الأوروبي مش واضح، لكن الحكومة بتوعد إن هي هتخصص 650 مليون جنيه استرليني لبرامج البحوث الوطنية. على فكرة المفاعل ده كان المفروض ان هو يشتغل 10 سنين بس، لكن النجاحات بتاعته هي اللي خلته يكمل. وعلى فكرة نتائج الابحاث بتاعت مفاعل جيت هيكون ليها اثار حاسمة على المفاعل التجريبي الدولي اللي اتكلمنا عليه من شوية. على فكرة المفاعل التجريبي الدولي ده هيتبني في جنوب فرنسا. في النهاية لازم تعرفوا ان الهدف الاساسي هي الطاقة الامنة والمستدامة. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد نخلص حلقتنا يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.